وهذا المشكل شحال المده هو قائم يعني واش عاد هذه السيمانه ولا بزاف؟ لا مش هذه السيمانه بزاف اخويا بزاف بزاف بزاف. وحنا بهذا عندك اختي شي ولاد؟ عندك شي عندي اخويا الولاد الراجل مات وعندي الولاد وعندي الكرا وهاد الناس كلهم اللي كتشوفوا هنايا كلهم بوبريا وكلهم قاسين ما عندهمش وكلشي اللي بالليل حتى الليله حتى واحد ما عندوش الحاجه. وحنا هنا مساكن كنجيو من الوحده اللي ما كناكلوا في خاطرنا ما كنفطروا العظيم تسغى زيت ساعه زي فرخانه وهان تسغى ساعه نجيرت انت قد دايش مكان داي في غران توارد غرغابت والله الا انت قد ما عليك نو فاش انا خدمت حسن زيت حتى انا حنخدم قنت منضى وهذا دي الشوارع قنت منضى وغنقار حق واخا نشي نسى زي النهضة وغنغبر حق نخدم توا مهم ماشي نشي نداني توا واخا نحس بنقاتي مغاري نتودري نحس بنخانق نشي يعني جن حاجة وتحري السلحي قعبي اللاتينة نشي بعدا غاري طاوين وغاري تنين طاوين عايز دير حبس ويخافي غاي خدمان بسيفة داس غداني تاد خدمة خمي غاس عماين جيخت وحد سدير بيت وإلا ما شديناش الكورة كيهجمون يعني ما نخدموش ما كينشوفو الخدمة. صحيح حنا كنجيو من الوحدة وحنا جالسين هنايا كنكريو منها كناكلو منها الأولاد أرمالات لا عندناش حتى الراجل اللي غادي يدخل شي حاجة. واش كاينة شي المرة اللي غتخرج مع الوحدة ديال اللي تجي هنا باريتشينو؟ وحنا اللي مزايين ماكلينا ماكلينا ما فطرنا ما حتى حاجة. كاينين هنا كيجيو كاينين هنا خويا كيجيو كيجيو مع 8 د الليل. واش 8 د الليل كدي واحد البياخي 200 دورو؟ واش 200 دورو تركب منها كنجيو ب 7 درهم من الطاكسي في الطاكسي و 7 درهم تركب بها تمشي بها و 7 درهم تجي بها واش شنو غادي تكفي لك؟ ومنين تمشي الحوت غالي حنا رمضان الحوت غالي ما كناكلوش لان ما عندناش باش نشريوه. 100 درهم ما غادي توصل ليناش نشريو الحوت نشريو اللحام نشريو المهم الحمد لله عايش بنعطى الله عندنا هاد الملاليه كنترزقوا منها الله. وهاد 100 وهاد الخدمه كتخدموها يوميا ولا ماشي يوميا؟ مره 4 ايام مره يومين مره غير النهار كل مره وكيفاش ماشي بكل نهار. لا حنا قلت لك كنجيو مزايو مع الوحده اللي نشدوا الكولا و 50 درهم شنو غادير لك المركوب 50 درهم كنديو بها لولادنا ما كتشيط لكش حتى والو يعني ما فيهاش ما والو والو ماش غتوفر ولا هادي والو فلوس والو ياك ملي كنهزه كيجي وكيقول لك سير راو تراب اخو سير راو والو ما نخدموش. وحنا نخرجوا كنبكيو ما حنا دينا المركوب ما حنا دينا المصروف ما حنا والو. دوزي على الناس في السوق كيتقضوا وحنا ما عندنا باش نتقضوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. وحنا غير نخدموا على ولادنا بغينا قابلين على هادشي لا عاونتونا راه حنا زعما حنا حتى حنا راه بغينا نخدموا على ولادنا خويا.